تمام اتفضل. ده اول تحدي معانا. الكابتن محمد معانا هيتني مفتاح الانبوبه اللي هو الصلب جدا ده. شوف بقى للكاميرا ده يا جماعه، مفتاح حقيقي. مش اظهره، اظهر المفتاح كده يا محمد، اظهره بايد واحده كده الاول، نظهره بس كده للمشاهدين برضو قبل اي حاجه نظهره. المفتاح مفروض اهو، مفتاح الانبوبه ده صلب جدا طبعا، مصنوع من الحديد. ممكن بس بالشاكوش بس كده، ممكن بالشاكوش بس يا جماعه، ده تحدي يعني، ده حديد مش تمام. هو هيبدا اهو يتني مفتاح الانبوبه ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، وكلنا طبعا عارفين مفتاح الانبوبه وبنتعرض للموقف ده طبعا. هرد تاني ان شاء الله، يعني المفتاح انتهى اهو، بيرد تاني يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين بايد واحده. تمام، اللهم صل على النبي. هيفرد مفتاح الانبوبه تاني ان شاء الله. تمام ما شاء الله، ربنا يديله الصحه يا رب. ربنا رب يبارك فيك ويوفقك. التحدي ده رغم صغر الاداء اللي مستخدمه فيه بس تمام. هو صعب جدا، هو مش سهل يعني، زي ما المشاهدين شايفين ده حديد صلب يعني. ويعني على سبيل الدعابه، لو اي حد عايز يجرب في البيت مفتاح الانبوبه يحاول يجرب كده يشوف بقى. يعني يحاول مع نفسه بس يقعد سنه بقى. ايه لو يا جماعه دي قوات خارقه، ما حدش يعمل كده. ما شاء الله. تمام تمام، المفتاح زي ما حضراتكم شايفين اهو، مفتاح تناه وعدله تاني في نفس الوقت. التحدي التاني ان شاء الله باذن الله معانا. التحدي التاني بقى والصعب، ان هو ماسك مرزبه وبيضرب بيها على جسمه، على بعض اجزاء من جسمه زي بطنه مثلا او رجله او كده يعني. ما شاء الله. وممكن برضو الاستاذ وليد هو يدب برضو عشان بس الناس. ممكن ممكن عشان الاستاذ وليد بعد اذنك شاكوش بقى وتدب انت. ماشي، بس الناس بيقول لك ده ده كده احنا بنقوي بقى عضلات البطن يا جماعه. على رجليه برضو اهو ان شاء الله. يضرب ماشي على رجليك. تليفون 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 بقى يا جماعه، تليفونك تمام. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه على الشاشه، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يزيدك ويديم عليك الصحه والعافيه يا رب. دي بعض التحديات البسيطه اللي احنا التحدي الاصعب يا جماعه يعني. والله عشان بس طبعا المكان مش المكان هنا مش هينفع فيه ان شاء الله. نعمل حلقات ثانيه ويكون فيها باذن الله، نعمل تصوير خارجي ان شاء الله، حلقه مع حضرتك باذن الله، نطلع مع حضرتك طبعا باذن الله، ونعمل حلقه بقى التحديات الكبيره ان شاء الله. شرف لينا طبعا، شرف لينا. ده ضرب السكينه في البطن تمام، هنعمل فيها تحديين، ان انا اضربه بالسكينه، السكينه حاميه جدا. بكرر يا جماعه، يا ريت ما حدش يجرب الحاجات دي في البيت يا جماعه. الاطفال خطير جدا الموضوع، ما حدش يجرب الحاجات دي في البيت، دي قوه خارقه يعني، قدره من قدرات ربنا للشخص ده. تمام اتفضل. الله اكبر ما شاء الله. هنعمل برضو جزء تاني تمام. من التحدي ان هو كابتن محمد هيضرب نفسه بالسكينه تمام، وبعد كده هيتني السكينه نفسها في بطنه، وكمان برضو السكينه في الجنب، لان برضو لا يعني كل النواحي مش بس مش الجنب ده بس، عشان الناس بس تمام. يعني مثلا كده والجنب اهي. ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيك. ودي في البطن اهو زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه. السكينه حقيقيه والله. تمام ما شاء الله اهي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب ويعطيك الصحه والعافيه. عشان بس الناس تقول لك ده حاطط حاجه في بطنه ولا احنا برضه في نفس الموقف، في نفس الموقف اهو. كابتن محمد مفيش حاجه تحت بطننا. تمام ما شاء الله، مفيش اي تاثير. سبحان الله سبحان الله، ربنا.